تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں استاد القراء حضرت مولانا حافظ قاری خیر محمد صاحب قبلہ چشتی استاد تجوید و طرف جامعہ مدینہ الاسلام کے حال اللہ اللہ یا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا علينا بيانا
كان علقة
فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحان الله صدق